منسقة المبادرات الشبابية ومسؤولة عن المؤسسات والمشاريع في المجلس القروي. احنا اشتغلنا مع انقاذ الطفل من فترة طويلة، يعني تقريبا اكثر من سنة ونص احنا مبلشين في المشروع، ومع عدة مؤسسات شريكة. كانت اهم شيء هاي المبادرات اللي هي كانت جزء من لنحكي مشاركة للشباب وكمان خدمة للمجتمع. فكان احنا عندنا عجز انه ما في عندنا مركز يضم او يجمع كل هالفئات المهمشه عندنا، عشان هيك قررنا نعمل مركز. وهذا المركز راح يكون شامل للعمل التطوعي بكل انواعه واشكاله. فاحنا بلشنا هسه في البيت اللي احنا قمنا باستئجاره. بلشنا كفريق، وان شاء الله شوي شوي من ننهي في المركز. جزء ثاني من العمل التطوعي اللي اشتغلناه، عملنا جداريات. فان شاء الله بيكون يعني مردوده حلو ويبين واضح بعد فتره، انه حسيت نحن في طور العمل. الحلو في الموضوع انا بدي احكي انه صاروا يحسوا انه في شغل، صار في انه في مشاركه، وانه احنا عن جد بنجيبه بنشتغل وبنشتغل صح. يعني ممتع، يعني الموضوع ممتع ولطيف وفي افاده للجميع. فهيك يعني، وان شاء الله لقدام يكون في مبادرات وبنشتغل افضل من هيك.